سلام، يعطيكم ألف عافية وأهلا وسهلا فيكم. أنا قبل فترة زرت أستراليا، وكثير ناس عم تسألني شو الفرق بين أستراليا وكندا في موضوع الهجرة، لأنه بدينا في موضوع الهجرة. طبعا أنا مش خبير هجرة لا في كندا ولا في أستراليا، لكن من الريسيرش اللي عملته، من الشغلات اللي عرفتها، راح أعطيكم بعض المعلومات. خليكم معنا بعد الفاصل. رجعنا لكم عشان نورجيكم شو الفرق بين أستراليا وكندا من ناحية الهجرة. طبعا أول شغلة اللي هي موضوع الـ PR أو الـ Permanent Residence أو الإقامة الدائمة، تقريبا هم نفس البروسيجرز. البروسيجر شوي بيختلف أو الطريقة بتختلف في التقديم من بأستراليا عنها في كندا. في أستراليا لازم تكون معادل شهاداتك وعامل موضوع النقابة ومسجل فيها قبل أستراليا، غير عن كندا. كندا بس تدخل كندا بتقدر تسوي هذا البروسيجرز. الآن بدنا نحكي عن السعر. طبعا السعر يعني أعتقد كندا وينز، بتفوز في هذا الموضوع، لأنه سعر الابليكيشن تبع أستراليا أغلى بكتير من الابليكيشن تبع كندا، تقريبا ضعف السعر. اثنين اللي هي الجو. الناس كثير بتسمع عن كندا وبرد كندا. فعليا في كندا في 4 فصول، شتاء وربيع وصيف وخريف، لكن فصل الشتاء هو أطول صيف، يعني بيبدأ من شهر 12 تقريبا بينتهي بشهر 4، فهو عبارة عن 5 أشهر من الثلج والبرد وحياة صعبة شوية. في مناطق أدفى شوية في كندا اللي هي مثلا فانكوفر وفيكتوريا، بس باقي المناطق تقريبا باردة مقارنة بأستراليا. أستراليا بتفوز يمكن بهذا الموضوع للناس اللي بتحب الشمس. الشتاء عندهم زي تقريبا شتاء بلادنا، الصيف تقريبا زي صيف بلادنا، خاصة في الشرق الأوسط. لكن عندهم الـ UV Index عالي. في أستراليا في نسبة سرطانات جلد عالية بسبب هذا الموضوع، طبقة الأوزون والـ UV Index. فيعني اللي حابب يعرف عن هذا الموضوع ممكن يعمل أكثر بحث. الان زي ما بيحكوا immigrant friendly او صديقين لطيفين وحبيبين مع المهاجرين. اعتقد الكنديين بيفوزوا اكثر من الاستراليين. الاستراليين معروفين شويه، يعني بدناش نحكي انه عنصريين، طبعا موضوع العنصريه موجود في كلا الدولتين بشكل خفيف، لكن يمكن كندا مواضيع القوانين والتشريعات بتجرم هذا الشيء، فبتلاقيها أقل موجودة، لكنها أقل بكثير منها في أستراليا. الهيلث سيستم في كلا البلدين تقريبا فري، بتدفع الأسنان والعيون فقط، تصليح الأسنان والعيون. لكن الهيلث سيستم بيختلف في أستراليا، إنه في برايفت وفي بابليك. في كندا كله بابليك، الآن عم بيحاولوا يدخلوا موضوع البرايفت، فهذا بخفف الضغط على الأطباء في القطاع العام، وبالتالي في كندا بتجد في waiting list list طويل، يعني عشان تروح تشوف دكتور يمكن تقعد 5-6 أشهر 8 أشهر إذا بدك تشوف واحد خاص أخصائي. في أستراليا أسرع بكتير، وعشان هيك يعني ممكن نعطي أستراليا thumb up على هذا الموضوع أو نقطة. الإدوكيشن سيستم في كلا البلدين من صف الأول إلى الثانوية مجاني. في كلا البلدين التعليم العالي أو الهاير إدوكيشن اللي هو الجامعات بدفع عليه المواطن، لكن في فرق في طريقة الدفع. في كندا يا إما بدفع يا إما بروح بأخذ لون أو قرض من الحكومة وبدفعه وبسدده بعد ما يتخرج. اعتقد بعطوه 3 أشهر او 6 أشهر صلاحية انه يقدر يسدد، وبعدها بصير يدفع عليه انترست، يعني فوائد. في استراليا لا، بدخل ببلاش، بحسبوا له قديش المدة اللي درسها وقديش المبالغ، وبصيروا يخصموها من راتبه بشكل بسيط لما يتخرج. فالموضوع يعني بيختلف شوي، أخف أعتقد حدة في أستراليا منه في كندا، لأنه في ناس بتضل 10 سنين تدفع في هذا القرض. الـ work culture أو
ثقافة العمل هون في أمريكا في كندا قريب كتير للولايات المتحدة، وكثير من ناس بيشتغلوا في الشرق الأوسط اشتغلوا في شركات أمريكية، فيمكن أقرب لهم موضوع الورك كلتشر. الورك كلتشر في أستراليا شوي بيختلف، وأكثر ما بيشبه الثقافة البريطانية. حتى اللهجة، يعني هاي نقطة ثانية، اللهجة في كندا أسهل كتير، الإنجليزية أسهل كتير من اللهجة الإنجليزية الأسترالية. اللهجة الإنجليزية في كندا أقرب للأمريكي، في أستراليا أقرب للإنجليزي، حتى لهم their own accent، وبختلف كتير، في كلمات كتير بدك تتعلمها، مش صعبة، لكن في كندا، في مقاطعة كيبيك وفي الفيدرال جوفرمنت بيحكوا فرنسي. الفرنسي شوي برضو بيختلف عن الفرنسي تبع فرنسا، لكن مفهوم يعني فرنسي. اوكي، طبعا الـ unemployment rates او نسبة الـ الناس اللي ما بيشتغلوا في كندا هي القانون الحكومية 5.8، بأستراليا 5، فأستراليا بتاخذ ثمب اب وبتكسب في هاي النقطة، لأنه أكثر أو أقل نسبة عدم العمل أو الناس اللي ما بتشتغل. وجود عمل زي ما حكينا بهذا السبب أسهل في أستراليا منه في كندا. في كندا كتير في مشاكل في إيجاد عمل، خاصة للقادمين الجدد، وفي أعمال خاصة شوية حساسة، فبتلاقي انك تجد عمل البروسيجرز تبعه يمكن ياخذ 7 8 9 اشهر سنه. انا بعرف ناس لهم سنتين في بروسيجر لوظيفه. يعني الرواتب في كندا اقل بكثير منها في استراليا، وبالتالي فانه مستوى المعيشه بتلاقيه اسهل او افضل في استراليا منه في كندا. ما بعرف ليش الرواتب هون، او الحد الادنى للرواتب عندنا 14 دولار اعتقد، في مقاطعات 15، في مقاطعات 11 ونص 12، في استراليا تقريبا 21، في بعض المقاطعات قد يختلف لكنه اعلى. الحصول على الجنسية في كندا بيحتاج ل3 سنوات بعد اقامتك في كندا بدون تقطع. تقدر تتقطع بس لازم تمضي 3 سنوات باليوم في كندا. في استراليا بتحتاج الى 4 سنوات عشان تقدر تستطيع انك تقدم على الجنسية. الـ outdoor activities أو الحياة خارج المنزل أو الخارجية، زي ما أنتم شايفين بالصيف الجو حلو في كندا، بتقدر تطلع على أماكن حدائق، لكن في أستراليا يمكن أكثر، لأنه الجو بالشتاء هون صعب إنك تطلع. في ناس بتطلع بتعمل تيوبينج، اللي هو بتزحلق بتيوب على الثلج، سكيتينج، سكيينج، في شغلات زي هيك، لكن بتضلها باردة، فبتحد من الوقت اللي ممكن تقضيه خارج المنزل في فصل الشتاء. الباسبورت الكندي هو رابع أقوى باسبورت في العالم، بدخلك 164 دولة بدون فيزا. الباسبورت الأسترالي هو السابع في العالم، بدخلك 161 دولة بدون فيزا. الفرق مش كبير، قد ناس تفكر في هذا الموضوع. إذا بدك تعرف شو الدول هاي، ادخل على باسبورت اندكس، شرحنا عنه قبل هيك. باسبورت اندكس موقع بشرح لك ايش الدول اللي بتحتاج لها لفيزا، ايش الدول اللي بتحتاج لها لفيزا، وسهل جدا انك تلاقيها. البعد عن الوطن، طبعا البعد عن الوطن كلاهما بعيد، لكن استراليا يمكن ابعد بالنسبة لبعض الناس. يعني اذا المهاجرين هدول من جنوب شرق آسيا، أستراليا أقرب إلهم، لكن للشرق الأوسط I think إنه كندا إحنا أقرب. فالبعد هذا وأسعار التذاكر كتير بحد من الناس، أو بكون عامل في أروح هون ولا هون لما يكون عندك الخيار. القيادة، قيادة السيارة أو السياقة أو الدرايفنج في كندا هون زي أمريكا، زي معظم الدول العربية. ما بعرف إذا في دول عربية بتسوق على اليمين. المهم إحنا زي الدول العربية، لكن في أستراليا القيادة بتختلف من بالعكس زي بريطانيا، وبالتالي لازم
يعني تفكر في هذا الموضوع انك تتعود، اولها بتكون شوي صعبة بعدين تتعود. يعني انا جربتها مرة ومشى الموضوع. الموضوع التنقلات العامة في استراليا بشكل عام ارخص، اللي هي البابليك ترانزيت، الباصات والشغلات هاي. كندا شوية غالية هاي الشغلات، فما بعرف ليش، مع انه المفروض يرخصوا الموضوع عشان تصير صديقة للبيئة والناس تحاول تستخدم التنقلات العامة أكثر. أسعار المنازل صعب أحكي عن أسعار المنازل، لأنه في عندنا مدينتين للأسف أسعار المنازل فيهم أوفر، اللي هم فانكوفر وتورونو وما حواليها. أسعار المنازل يمكن 1,700,000 800,000، ما بعرف إذا بتلاقي حتى هلا ب 800,000. لكن بشكل عام أسعار المنازل في كندا أرخص منها في أستراليا. المنازل، معظم المنازل في كندا فيها بيزمنت، إلا أعتقد مقاطعة بريتش كولومبيا ومش كلها. البيزمنت بدروم، يعني تحت الأرض هيك، بتلاقي زي تحت البيت، تسوية في اللغة، في الشرق عندنا. تقدر تستخدمها للمعيشة، الأولاد يلعبوا فيها، تحط فيها تخزيناتك، فهي منطقة تقريبا زي حجم البيت. هلا اللي بحب الشواطئ طبعا اوتوماتيكلي يروح على استراليا. في شواطئ هون، احنا عندنا برضو محيطين في استراليا، في 3 محيطات بتحيطها كلها بحار من جميع النواحي. عندنا 3 بس، اللي فوق المتجمد الشمالي ما حدش بيقدر يسبح فيه. الشرق والغرب في محيطات، لكن صراحة السباحة فيهم أو مش مشهورة الشواطئ تبعتهم زي شواطئ أستراليا. شواطئ أستراليا مشهورة، وكتير ناس بروحوا بس على أستراليا عشان يستجموا ويستمتعوا بهاي الشواطئ الراقية والجميلة. التاكسز، النظام الانكم تاكس او الدخل، نظام الدخل اللي هو ضرائب الدخل، مش هحكي عنها لانها بتختلف مش كتير بين البلدين. في نظام هون وفي نظام هون. هون يو كان ديدكت، في كندا ما بتقدر، في استراليا بتقدر تعمل تخفيض من راتبك على الشغلات اللي انت بتصرفها، المصاريف. في كندا لا، راتبك هو راتبك بغض النظر عن مصاريفك. ان شاء الله ما بتشتري اي شيء، ان شاء الله بتشتري كل شيء براتبك، بتعمل تاكس على راتبك او بتدفع الضريبة على راتبك. اللي بدي احكي عنه اللي هي ضريبة المبيعات في كندا، هون حوالي بندفع من 13 ل 15% حسب المقاطعة. في ضريبة المبيعات على السلع كاملة ما عدا الأكل. الأكل ما بندفع عليه ضريبة، اللي غير مصنع، يعني مثلا تشتري بندورة، خيار، بيض، هاي ما بتدفع عليها الخبز. باقي الشغلات، مثلا بدك تشتري كأس، بدك تشتري طاولة، بدك تشتري كاميرا، بدك تشتري بلوزة، قميص، بتدفع عليها التاكس هذا اللي هو سيلز تاكس بسموه. في أستراليا بتدفع 10% تاكس. الحلو في استراليا انه هذا التاكس انكلودد في البرايس، يعني انت بتروح على السوبر ماركت بتطلع على البرايس حقه، مثلا الشغله 10 دولار بتدفع 10 دولار، يعني اللي بتشوفه بتدفعه، زي بريطانيا اللي بتشوفه بتدفع. امريكا وكندا لا، اذا انت بتشوف 10 دولار معناها بدك تدفع كمان 1.5 دولار اللي هو التاكس عليها، اللي 15%. معناها لما تروح انت تدفع على الكاش بقول لك 11 دولار ونص. الآن المشكلة تتفاقم وين؟ في المطاعم. عندنا في كندا احنا غير استراليا، في استراليا بتروح بتشوف المنيو، سعر مثلا البرجر ب 15 دولار او ب 10 دولار مع البيبسي مثلا، في كندا بتلاقيه ب 10 دولار، بس هون بتدفع 15% تاكس و15% تيب اللي هو بخشيش. في استراليا ما في هذه الشغلة، البخشيش هون موجودة في كندا. معظم المطاعم بتعيش على هذا الشيء، فلازم تدفع. هلا ممكن ما تدفع، بس يعني راح يطلعوا عليك بطريقة يأكلوك فيها. هذا كان ملخص لخبرتي بالفرق بين كندا وأستراليا. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، وتابعوني في الفيديوهات القادمة، واحكوا لي إذا عندكم أي أفكار، أي شيء بدكم تعرفوه عشان نحكي لكم إياه. إذا أعجبك هذا الفيديو اعمل لايك
وسبسكرايب للقناة واعملوا شير مع أصحابكم.